السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء. هنعمل وصفات لذيذه باذن الله تعجبكم، ومنها وصفه كمان انتوا طلبتوها وهي كيكه القهوه والكروكان. طيب اول وصفه هنعملها مع بعض، وقبل ما نعمل وصفاتنا عايزه اقول لكم ان احنا موجودين معاكم على صفحه سي بي سي سفره على الفيسبوك. تحت اللايف اكتبوا لي كومنتاتكم وتعليقاتكم، وان شاء الله خلال الحلقه بنتواصل مع بعض. اول وصفه هنعملها مع بعض هي دجاج بالبطاطس والبشاميل، او بطاطس بالدجاج والبشاميل. علشان نعمل الوصفه دي عايزين 2 صدور دجاج، 1 بصل، 1 فلفل اخضر واحمر واصفر، 2 كوب مشروم، 1 معلقه كبيره زبده، 1 معلقه كبيره زيت، 2 معلقه صغيره بهارات ايطاليه، 1 معلقه صغيره بابريكا، 1 كيلو بطاطس تكون نفس الحجم، و100 جرام جبنه تشيدر، و2 كوب بشاميل او 3 حسب قد ايه هياخد، و2 كوب جبنه موتزاريلا للوجه. طيب اول حاجه هنعملها احنا مقطعين الفراخ اللي عندنا صغير، مقطعين الحاجه عامه صغيره علشان خاطر نقدر نحطها في البطاطس. هنحط دلوقتي شويه زيت دايما مع الزبده لما نكون هنقلب حاجه على النار علشان خاطر ما تتحرقش الزبده مننا. طيب حطينا كده الزبده والزيت، هنحط دلوقتي البصل. البطاطس اللي عندنا بقى يا جماعه عملنا فيها ايه؟ البطاطس اللي عندنا قسمناها من النص كده زي ما انتم شايفين، وبقشرها وغسلناها كويس قوي طبعا الاول، وبعدين قليناها في الزيت علشان خاطر بتدي طعم ألذ، وبتاخد من وقت بتبقى متماسكه اكتر، وبتقلل من طعم من وقت الاستوى في الفرن. نقلب بس البصله كده تقليبتين. هنجيب دلوقتي الفراخ برضو مقطعينها صغير، لازم تتقطع مش كبير علشان خاطر نقدر نحطها جوه البطاطس بتاعتنا. هنحط ده كده. النهارده بقى يعني انا مش هحط البشاميل فوق، هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هنعملها كده بطريقه تانيه، مش هقلبها، هنشقلبها النهارده. ده لازم بقى تتحمر. خلينا كده نبص على اللايف مع بعض على ما تستوي الفراخ معانا. شكرا لشادية حمزة مندور ومحمود الواء الواء الواء، شكرا برضو. مرام جبالي بتقول بتابع الإعادة كمان، بنحبك جدا انت قدوتي. يعني كلامك ده بجد بيسعدني جدا، وان شاء الله دايما يا حبيبة قلبي عند حسن ظنك. عندنا كمان زينب الشماري بتقول منورة يا شيف غادة، كل اكلاتك شهية وشيك. تسلميلي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، وان شاء الله دايما تعجبك الوصفات. عايزة طريقة البسبوسة بالقشطة لو سمحتي يا أميرة، ممكن ننزل البسبوسة بالقشطة. يلا يا حبيبتي شكرا. شادية حمزة مندور شكرا ليكي، وأنا كمان بحبك جدا. طريقة المكرونة اللي بالبشاميل من توتا الكيماني الكيماني. طيب حاضر حالا. وإيناس تاج بتقول بناتها بيحبوني جدا، ومن تونس مرام جبالي وبلال الصياد ودوزي كوين، انا كمان بحبك. طريقه المكرونه بالبشاميل، يلا المكرونه بالبشاميل. هقول لكم الطريقه اللي احنا من واحنا صغيرين بناكلها، كنا بناكلها من ايد جدتي الله يرحمها. في اكلات كده الواحد كان بياكلها زمان لغايه دلوقتي يعني حاجه صغيره ما بنضيفش عليها، زي ما كنا بناكلها من ايدين اهالينا لغايه دلوقتي بتتعمل زي ما هي. فالطريقه دي هي طريقه جدتي الله يرحمها. اسفه. بنجيب المكرونه بنسلقها طبعا، بنجيب شويه زبده وشويه زيت بنحطهم على النار مع بصله،
بنحط بعد كده اللحمه المفرومه، وبعدين بنحط عصير طماطم فريش وصلصه، شويه ملح وفلفل ورشه زعتر، تدي طعم حلو قوي للمكرونه بالبشاميل. بنجيب بعد كده البشاميل بنكون عاملينه، باخد من البشاميل كبشتين تقريبا وبحطهم على الصوص الحمراء بتاعه اللحمه. بعدين بنجيب المكرونه ونقلبها كلها في اللحمه بتاعتنا، ونحطها في صينيه او بايركس، ونحط عليها البشاميل من فوق. ودايما كانت بتحط بيضه الله يرحمها على الوش كده، يعني بيضه مع البشاميل، وبعدين جبنه الموتزاريلا، جبنه تشيدر، الفلامنك اللي انتوا حابينه، وعلى الفرن بتطلع حلوه قوي. بس لازم دايما تخلوا الصوص بتاعه المكرونه شويه زياده، لانها لما بتدخل الفرن نوعا ما الصوص بتقل، فعشان ما تطلعش المكرونه بالبشاميل ناشفه قوي، تبقى حلوه كده وهي فيها حته صوص. طيب هنبتدي نحط دلوقتي الملح والفلفل، وعندنا هنا البابريكا، حطوا التوابل اللي انتوا عايزينها، كله بيبقى حلو. وهناخد دلوقتي الفلفل الالوان اللي عندنا ونحطه، وعندنا كمان المشروم، وكده تبقى الخلطة بتاعتنا جاهزه. خليها بس على النار دقيقتين كده على ما تستوي بالكامل. طبعا بقى نوع الجبنه بتقدروا تحطوا الانواع اللي انتوا حابينها، موتزاريلا، تشيدر، زي ما تحبوا. دقيقتين بس كده على ما تخلص الفراخ اللي عندنا. شوفوا البطاطس يا جماعه مغسوله كويس جدا، متليفه لانها بقشرها، فبنغسلها كويس قوي، وبعدين قسمناها من النص وقورناها كده زي ما انتم شايفين، وقليناها شويه في الزيت. يا جميله، اهلا وسهلا. اهلا يا شيف غالي. يا اهلا وسهلا بيكي. اهلا اهلا. انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، انت اخبارك؟ انا عاوزه اعرف السكه بتاع الكنافه بالمانجا. من عينيا، حاضر. طيب الكنافه بالمانجا ممكن نعملها بكذا طريقه، ممكن نعملها كوبايات، ممكن نعملها تارت، ممكن نعملها ديسكات كده زي ما تحبوا. انا الصراحه ممكن نعملها في بوله، وهي دي اكتر واحده انا بحبها. بنجيب الكنافه بنقليها او بنقلبها شويه مع زبده وتنتوفه زيت صغيره كويس قوي، وبعدين بناخدها بنحطها في بوله وهي طبعا مفتفته كده، وبعدين بنحط عليها من فوق كريمه، ولازم نوع الكريمه يكون نوع حلو، وبعدين بنقطع عليها المانجا. تقدروا لو تحبوا تحطوا عليها رشه فستق، وبعدين بنحط تاني الكنافه فوق، وبعدين تاني بنحط كريمه ومانجا وبرده رشه فستق على الوش، وبتطلع جميله جدا جدا. بنقدر نحط شويه شربات صغيرين قوي للمانجا للكنافه، لان احنا اوريدي عندنا الكريمه فيها سكر والمانجا فيها سكر. طيب احنا كده جاهزين، خليها دي شويه كده. هنعمل ايه هنا؟ هناخد يا جنجون يا حلوه، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انت وحشتيني، اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله دايما. عندك اي سؤال؟ طيب كلمينا تاني يا جانا. شوفوا بقى هنعمل ايه. هاخد البشاميل بتاعنا وهحطه في البايركس بالشكل ده، يا مدام روحيه. اهلا وسهلا. ازيك يا غاده؟ لا انت وحشتيني جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا غاده، وحشانا يا غاده والله. وانت كمان اخبارك ايه؟ طمنيني عنك. الحمد لله، نشكر ربنا الحمد لله، ان شاء الله دايما بخير. ما تغيبيش علينا كده. لا بنتي ما تغيبيش علينا يا غاده حبيبه قلبي. ربنا يخليكي، تسلمي. ربنا يبارك فيك. بقول لك يا غاده، اموري، بدل ما احط الفراخ ممكن احط جمبري؟ تقدري تحطي جمبري طبعا، وتقدري تحطي لحمه كمان. لا عشان انا صايمه بقى، احط جمبري هو اللي يبقى هيبقى حلو. ها طبعا بيطلع حلو جدا.
يطلع حلو قوي. عجبتني الوصفه بتاعتك دي قوي قوي يا غاده، وانت ما تعمليش حاجه واحده حبيبه قلبي من ذوقك، تسلمي لي يا رب. شكرا ليكي يا مدام روحي. طيب شوفوا يا جماعه، احنا عندنا خلاص كده تقريبا خلصت، فاضل لها يعني نقول دقيقه. خليني بقى دلوقتي اوريكم هنعمل ايه كده في السريع. هناخد دلوقتي البطاطس بتاعتنا وهنحطها على فوق البشاميل، يعني انا مش هحط بشاميل من فوق، انا هحط كده البطاطس كده. اي حد هيغرف هيغرف البشاميل مع البطاطس، بس احنا هنغير كده ونحطها بهذا الشكل. ناخد دي وناخد دي، خلاص هناخد دي برضو نحطها كده. اوكي تمام. هناخد دلوقتي الحشوه بتاعه الفراخ اللي عندنا، هي اصلا كتير يعني، احنا الكميه دي هيفضل منها شويه حلوين، وبنقدر ان احنا بقى نقلبهم مع مكرونه، تقدروا تحطوا لهم شويه كريمه، شويه كريمه وتحطوهم على المكرونه او تحطوهم جنب الرز، فزي ما تحبوا. هناخد البايركس بتاعنا ونحط الحشوه بتاعتنا جوه الفراخ، جوه البطاطس اللي احنا عاملينها بالشكل ده. دي هتدخل الفرن يا جماعه مش كتير، يعني يا دوب بس الجبنه، لان احنا هنحط بقى فوق البطاطس هنحط الجبنه. تمام كده، نجيب بقى الجبنه بتاعتنا. خليني بس ايه، خلي البشاميل كده ما فيهوش حاجه، خلينا نخبيهم دول. نجيب بقى الجبنه اللي عندنا، اي نوع جبنه انتوا بتحبوه، اي نوع، وحطوه كده على الوش. وهاخد بقى الكلام ده احطه في الفرن على درجة حرارة عالية، يعني تقريبا 220، لغاية ما الاقي الجبنة ساحت كده والوش اتحمر شوية. هنطلع بقى دلوقتي احنا الفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحطينا الصينيه بتاعت البطاطس بتاعتنا في الفرن، ودلوقتي هنعمل طبعا انا في الفاصل بنجهز بسرعه، وببص لي كده بصه سريعه على اللايف بتاعكم. انا كتير بحب اتواصل معاكم جدا جدا جدا. وكده قبل ما نبتدي عايزه بس اقول لايوتا مصراتي من تونس، حاضر حاضر حاضر، عايز طريقه ايس كريم الفانيلا، ممكن ننزله لو سمحتي يا اميره. طيب دلوقتي هنعمل وصفه لذيذه قوي انا بحبها جدا، هي بالسجق، وانا بحب السجق جدا جدا جدا. فهنعمل فطيره سجق، ومش هندخلها الفرن، هنعملها بره في الطاسه. فعشان نعمل الوصفه بتاعتنا دي هنعملها النهارده بعجينه العشر دقائق. عجينه العشر دقائق اللي هي عملناها طبعا مليون مره قبل كده، 5 كوبايات دقيق، ربع كوبايه حليب بودره، 2 معلقة كبيرة خميره، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 كوب ماء دافئ، ونص كوبايه زيت. احنا ممكن ما نعملش العجينه، لانكم انتم ممكن ترجعوا لاي فيديو من فيديوهات العجينه، يعني بس اكتبوا غدا التلي عجينه العشر دقائق، واحنا بنشتغل هقول لكم ازاي بتتعمل. حشيتها ايه بقى؟ حشيتها نص كيلو سجق بلدي، 1 طماطم مقطعه، 1 فلفل اخضر، 1 بصل، 1 فلفل حار، وجبنه رومي فقط لا غير. ليه مش حاطه انا كتير توابل؟ لان السجق اصلا كله توابل، فانا مش مضطره احط توابل. وحتى حطيت دلوقتي حته زيت قليل جدا في الحله، لان السجق بينزل زيت كتير كمان، هو فمش يعني بينزل دهن اسفه كتير، فمش مضطرين ان احنا نحط، يعني انا حطيت بس زيت عشان اعرف اقلي البصل فيه شويه، احمر البصل فيه شويه. هنحط بقى كده هنا البصل، فلفل الحراق بقى وجماله مع الاكله دي، او تجيبوا السجق حراق، او لو ما بتحبوش الحراق خالص انسوا الموضوع.
بس الأكلة لذيذة قوي يعني، بتطلع كده الفطاير جميلة جدا. طبعا لو عايزين تحطوها في الفرن بتقدروا يعني، بتعملوا اللي احنا هنعمله ده وتحطوها في الفرن لو انتوا حابين. ممكن بقى كمان تعملوا ايه، ممكن تاخدوها بعد ما بتقطعوها يعني، بعد ما بتعملوها مثلا دايرة او هتعملوها صغيرة او هتعملوها حاجة كبيرة، المهم بعد ما بتقطعوها تقدروا تاخدوها تحطوها في الفريزر، تلفوها كده بنايلون راب وتحطوها في الفريزر، وبس تعوزوا تاكلوا منها بتطلعوها بتخلوها تفك من التجميد، وتعملوها في الطاسة برضو زي ما احنا هنعملها النهاردة. هحط دلوقتي الفلفل الاخضر، نحط شوية من الفلفل الأحمر قد ما تحبوا قد ما بتتحملوا، حطوا فلفل أحمر. السجق ما بياخدش وقت طبعا على النار، وزي ما قلنا هو بيجي متبل، فمش محتاجين ان احنا نحط توابل كتير على الوصفة بتاعتنا، يعني يدوب شوية ملح وفلفل، والسجق بقى ايه قايم بالباقي. شوية ملح، راحت فين المعلقة، نجيب واحدة تانية. شوية ملح ورشة فلفل فقط لا غير. طيب خليني بقى اقول لكم على عجينة العشر دقايق للي لسه ما يعرفهاش، لو في حد ما يعرفهاش يعني، لان طبعا عجينة العشر دقايق دي عجينة شهيرة. العجينة العشر دقايق علشان نعملها بناخد عندنا المكونات بتاعتنا، خليني اقولها لكم تاني علشان نبقى ماشيين مع بعض واحدة واحدة. عندنا 5 كوبايات دقيق، ربع كوباية لبن بودرة، 2 معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 كوباية مية دافية، ونص كوباية زيت. هنعمل ايه؟ من ال5 كوبايات دقيق دول هناخد 2 كوباية وهنحط كل المقادير التانية الا نص كوباية الزيت. يبقى كل المقادير اللي عندي هحطها في العجان الا 3 كوبايات دقيق ونص كوبايه زيت، دول هخليهم على جنب. عندنا هنا هنبقى احنا حاطين 2 كوبايات دقيق ومعلقتين خميره، فدي نسبه كبيره قوي يعني، نسبه الخميره كبيره قوي على نسبه الدقيق، فبالتالي 10 دقائق وهتلاقوا الخليط ده بسرعه اختمر معانا. اول ما نلاقيه اختمر معانا بنروح حاطين ال3 كوبايات دقيق اللي فاضلين ونص كوبايه الزيت، وبنعجن وبعدين بنشتغل فيها عادي جدا. انا رغم ان هي بتتعمل في 10 دقايق الا انا برضو بحب ان انا اخليها تخمر كمان مرة بعد ما اقطعها، يعني بعد ما نقطعها ونحطها كده بسيبها ترتاح كمان نص ساعة، تطلع احلى الصراحة، وبتطلع العجينة هشة بزيادة. هي اصلا عجينة رائعة، بعدين لطيف فيها انها بتنفع لحاجات كتير قوي يعني، تنفع تتعمل عيش، بتنفع تتعمل بيتزا، بتنفع تتعمل معجنات. وبعدين مرات انا بغير فيها يعني، مرات شلت بشيل الزيت وبحط بداله زبده وبضيف بيضه وبحط سكر اكتر واعملها مثلا كبريوش او كدوناتس او فكتير بتنفع هي في حاجات تانية. يا مدام منى يا جميله، انت يا شيف غادة يا جميلة، انت وسهلا كل بالأمر. الجمال والرقة فيك يا شيف غادة، ربنا يخليك حقيقي يعني، ما تصوريش قد ايه ببقى سعيدة ان انا اشوفك حقيقي. ده من ذوقك والله، تسلميلي يا رب، واسمع صوتك واطمن عليكي، يا رب كله يكون عندك بخير. وعايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه بعاشوره، وانت طيبه وجميله وتسلميلي يا حبيبه قلبي. هو انت ما عندكيش انستجرام؟ ما عنديش اي حاجه من الميديا دي خالص. طب ليه ده، انت لو جربتيها عشان خاطرك انت، عشان خاطرك انت يا شيف غاده هعمله. اعملي انستجرام. اوكي اعملي انستجرام، هنتواصل مع نتواصل مع بعض عليه. يا ريت يا ريت، ده يسعدني وشرف ليا كبير قوي قوي. انا والله اكتر. على فكره الكوردون بلو طلع اكتر من رائع. الف هنا وشفا. يا شيف غاده ما اقولكيش، الف هنا وشفا، يعني انا اكلت 2 من كتر ما الف هنا وشفا. ميرسي ليكي وتسلم ايديكي في كل حاجه حلوه دايما بتعمليها حبيبه قلبي، تسلمي لي يا ربي، وشكرا على تليفوناتك الجميله اللي بتطلبيها بتكلميها لنا دايما يا مدام منى يا جميله. طيب انا عايزه بس اسيبه يبرد شويه، فانا هاخده كده احطه هنا
لغايه بس ما يبرد شويه على بعد الفاصل كده نقدر نبتدي نطبقه. هنعمل كده واحده مع بعض، خلي الباقي كده هنا اهو، خليه بس كده عشان يبرد شويه، وعلى ما يجي ميعاد الفاصل خلينا بقى ايه نقرا شويه من الكومنتات. طيب هند حمدان بتقول مرحبا شيف غادة، تبعاكي من السعودية تقريبا، العلم ده بتهيألي، أهلا وسهلا بيكي بكل حبايبنا في السعودية. بتقول بحبك جدا أنا وبنوتي هاجر 6 سنوات، معجبة جدا بكيكة الأحلام اللي عملتيها مبارح. هي صراحة ما كانش اسمها كيكة الأحلام، بس في حد جميل كده كتب لنا أن هي كيكة الأحلام، فكل شوية حد يبعث لي يقول لي كيكة الأحلام لذيذة، كيكة الأحلام بتشهي، فشكرا ليكي يا حبيبة قلبي. جرجور فوكا بتقول سيلفا فروم ليبانون، وي لاف يو، بليز كان يو ميك أرمينيان فود. طبعا تحية ليكي ولكل حبايبنا اللي في لبنان، وهم كتار كتار كتار، وطبعا بنعمل أكل أرمني، الأكل الأرمني رائع رائع رائع، يعني كباب الكرز والمش معقول والمنتي والحاجاتهم جميلة. طبعا بنعمل حلقة، نعمل حلقة كاملة ومش هنديله حقه كمان. رانيا سعدي بتقول أنا بحبك قوي يا غادة، قولي لزياد ابن أختي يصلي عشان مش بيسمع الكلام. يا زيزو يا حبيبي، طبعا انت بقى لازم تصلي على وتسمع الكلام، علشان خاطر يعني هي مش هتاخد منك وقت خالص غير بس 5 مرات في اليوم، بس هي هتكون حاجة كبيرة قوي انك انت تبتدي تعملها من وانت صغير. مدام يسري يا اهلا وسهلا بيكي حبيبتي يا غدودة، ازاي حبيبه القلب، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا روحي، نحمد ربنا. ما اقدرش تكوني في مصر وما كلمتيش واسمع صوتك كل يوم. لا وانا ازعل كمان حبيبه قلبي، ما اقدرش على زعل. لا لا ازيك يا روحي، اهلا وسهلا بيكي، انت اخبارك ايه؟ الله يخليكي الحمد لله يا حبيبتي. كله حلو. عايز اقول لك انك انت ملكه المعجنات في مصر حبيبه قلبي، ربنا يعني يخليك، يعني بصرف النظر انك انت اصلا ملكه المطبخ، ربنا يسعدك. ده يعني ما كلنا بنتعلم من بعض يا مدام يسر. لا المعجنات بتاعتك بتطلع خطيره معايا يا غاده. طب الحمد لله الحمد يعني لله، بتبدا من عجينه ال 10 دقائق لكل المعجنات. انا لسه عامله الفطيره اللي عملتيها بالسمسم وحبه البركه والجبن. لذيذ. ايه جمال العجينه ده، الف هنا وشفا، تحفه جميله، الف هنا وشفا يا مدام يسر، تسلمي لي، وان شاء الله دايما كده ربنا يديم المحبه ونفضل دايما كده عند حسن ظنك. شكرا يا مدام يسر. طيب احنا يا جماعه بعد ما كده طلع السجق وهدي شويه هنضيف الطماطم. انا الطماطم ما بحطهاش على النار، مش عايزينها مطبوخه يعني، خليها كده. ودلوقتي بس زي ما قلنا عايزينها تبرد شوية، ممكن نشتغل فيها، نقدر نشتغل فيها طمان 2 دقيقة. حلوة قوي، اوكي. طيب خلينا، مش مشكلة النار دلوقتي، خلينا بقى ناخد العجينة اللي عندنا، العجينة اللي جاهزة. هي فين؟ هو فين 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 العجينة؟ فين العجينة؟ خلينا نقرا كومنتات ونعمل. طيب نطلع فاصل. طيب هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي إحنا عندنا بقى السجق بتاعنا كده هدي وبرد، خلينا نبتدي بقى نفرد العجينة بتاعتنا. المقاس الشكل اللي انتوا عايزينه، مش مفيش اي شكل ولا اي حاجة معينة، والحجم كله زي ما انتوا عايزين. خلينا ناخد مثلا نقول مثلا قد ايه، فين الطاسة مقاسها، هنعملها كده، نعملها مدورة، ممكن نعملها مدورة، احنا التانيين عاملينها على شكل سمبوسك. خلينا نشوف هنعملها ازاي. نفرد العجينة، نفرد
افردها مدور. يلا هناخد بقى دلوقتي هنعملها على شكل سمبوسه تكون رايح دماغنا زي ما احنا عاملين في النسخه وخلاص كده. السمك ده حلو قوي. ناخد بقى السجق بتاعنا اللي احنا عاملينه ونحطه كده هنا. وهنقفل عليه العجينة من الناحية التانية. خليني احط بس ايه الطاسة على النار علشان تسخن شوية قبل ما نستعملها. هناخد بقى بقية العجينة كده ونقفلها بهذا الشكل. تقدروا تحطوا جبنة جوه، تقدروا تحطوها فوق. انا التانية حطيناها جوه، هحط دي فوق. هنقطع الاطراف عشان تبقى متساوية. يا علي اهلا وسهلا، ازيك يا علي؟ كويس الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبي؟ كله حلو الحمد لله، ان شاء الله دايما بخير. عندك اي سؤال؟ ايه عندك اي سؤال؟ لا. طيب انا متشكره جدا على تليفونك، شكرا يا علي. نعمل بس كده الاطراف، ممكن تعملوها وممكن ما تعملوهاش زي ما انتوا عايزين، بس يعني علشان الحشوة ما تطلعش وبتدي كمان شكل لذيذ. ناخدها بقى، هناخد تنتوفة زيت صغننة، تنتوفة زيت صغيرة، وهنحطها في الطاسة بتاعتنا يا دوب بس كده. بنمسح بس الطاسه بالزيت. وناخد الفطيره بتاعتنا. ونحطها في الطاسه بالشكل ده. ونخليها بقى على نار هادية لغاية ما من تحت كده تتحمر. احس انها اتحمرت، بروح قلبها على الناحية التانية. خلينا بقى ايه نتابع شوية كده حبايبنا لغاية واحنا واقفين جنب الطاسة ونشوف ايه الاخبار. طيب شكرا لمرام جبالي من تونس، سلامنا ليكي حبيبتي ولكل حبايبنا في تونس. وجودي انا كمان بحبك جدا، تسلميلي. اكرام شعوني اب زوانوي بتقول انا نحبك برشا. شكرا ليكي يا حبيبة قلبي، وانا كمان بحبك برشا. ولاء محمد بتقول شاف غادة انا بعشقك وبحبك جدا وكل وصفاتك ودايما منورانا. ربنا يخليك يا حبيبتي وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم. احلى سنين بتقول انا بحبك وبنتي رهف كمان بتحبك ومعجبة بيكي، ربنا يخليها لك يا حبيبتي ويفرحك بيها وتشوفيها احسن الناس. مرام جبالي تسلميلي يا حبيبتي. اسماعيل الجورني مساء الفل بيقول احلى تحية لاحلى قناة واحلى شفات، تحياتي من ليبيا. وتحية كبيرة مننا كلنا لكل حبايبنا في ليبيا. جودي من السودان، أنا كمان بحبك جدا يا جودي. ومرام جبالي من تونس. وعامر قحموس بيقول إن مراته دايما بتتابعنا، ربنا يخليكم لبعض وإن شاء الله دايما كده عند حسن ظنكم. ومحمود الواع بيقول
عايز طريقه النجريسكو. ممكن يا اميره ننزل طريقه النجريسكو لو سمحتي. من العراق حوراء عمران، والله النهارده من كل مكان متابعينا الحلوين بيتابعونا. الفرن لسه شويه لسه شويه، بس شكلها حلو جدا الصراحه، لذيذه. عايزين تشوفوها؟ عايزين تشوفوها؟ تعالوا. ابتدت تتحمر شويه والجبنه ساحت، يعني يا دوب 5 دقايق كده ونطلعها. طيب هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل معاكم وصفه خطيره، وصفه كنت بعملها لاولادي من وهم صغيرين، مفيش عيد ميلاد كنت بعمله لهم الا لما احط فيه الوصفه دي. بشوفكم بعد الفاصل عشان تعرفوا ايه هي الوصفه. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي انا عماله بس بقلب العجينه من الناحيتين ودلوقتي من تحت كمان علشان تاخد لون كده، خليها تاخد لون كده من كل ناحيه. طيب الوصفه يا جماعه اللي هنعملها دلوقتي وصفه لذيذه قوي قوي قوي، هي جيلو قوس قزح او جيلو الريمبو. الوصفه دي يعني الاطفال بيحبوها جدا 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 والكبار كمان، وبيطلع طعمها خطير. علشان نعملها عايزين 4 انواع جيلو، تكون بالوان جيلي بتكون بالوان مختلفه. عايزين 100 جرام زبده، وعايزين 1 علبه قشطه، وعايزين كريمه مخفوقه للوش وسبرينكلز الوان. طيب دلوقتي علشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين ايه؟ عايزين ناخد الجيلي بتاعنا نحطه على النار ونخلي الميه تغلي طبعا علشان نقدر ندوب الجيلي. ناخد مثلا هناخد الجيلي الاحمر، عندنا هنا علبه قشطه وعندنا 100 جرام زبده. علبه القشطه وال100 جرام زبده هنقسمهم لاربع اقسام، يعني الزبده هناخد 25 جرام كل مره، ومش لازم توزنوها، بالنظر كده بنقطع الصباع الزبده اللي عندنا لاربع اقسام. والقشطه تقريبا كل معلقه كبيره مليانه بتعادل ربع العلبه، معلقه كبيره ربع العلبه. طيب دلوقتي احنا عندنا هنا الميه على النار، خلينا نشوف بس ده اخباره ايه. خليها بس كده تتحمر من كل ناحية. بس المية تغلي معانا وهنبتدي نعمل على طول الجيلو بتاعنا. من كل ناحية كده بس بنخليها تتحمر. بس خلاص كده تمام. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هخليها على الناحية دي، هخليها على الناحية كده واحط عليها من فوق جبنة واغطي عليها واسيبها لغاية ما الجبنة اللي عليها تسيح كده، ونغطي عليها ونخليها بس لغاية ما الجبنة تسيح، وكده تبقى جهزت عندنا. خلينا نبص بصة على الفرن، يعني هنخلص وناخد اللي في الفرن. طيب هناخد بقى دلوقتي غليت عندنا الميه، هناخد الجيلي اللي عندنا ونحطه. حطينا الجيلي مع الميه السخنه اللي عندنا، هنقلب لغايه، هو وصفه سهله قوي يا جماعه، بس ايه مشكلتها؟ بتاخد شويه وقت، مش وقت انتوا بتشتغلوا فيه، وقت بتستنوا. فهنقلب الجيلي اللي عندنا كده، اول ما احس ان الجيلي داب تمام كده خلاص، هو تقريبا الجيلي عندنا داب. اول ما بحس ان الجيلي داب بجيب بقى القشطه، علبه قشطه،
وزبد طبعا، علبه القشطه الصفيح دي، مش قشطه طبيعيه يعني، مش قشطه فريش. هناخد دلوقتي الجيلي اللي عندنا وهنحطه. احنا حاطين هنا كوبايه ونص ميه، كوبايه ونص ميه، يعني كل باكيت جيلي هياخد كوبايه ونص من الميه. هناخد الجيلي اللي عندنا ونحطه هنا. هنحط عليه معلقه القشطه اللي اتفقنا عليها، وهنحط عليه الزبده اللي هي 25 جرام. طيب حد بقى هيجي يقول لي بينفع نعمل الكلام ده من غير الخلاط؟ لا، لو عملتوه من غير الخلاط مش هيعمل، هوريكم هيحصل ايه. طيب هناخد دلوقتي الجيلي بتاعنا ده ونحطه في الطبق. عايزين بقى تحطوه في بايركس، في كوبايات، في طبق ترايفل، زي ما انا عامله، زي ما تحبه. هنحط بقى هنا كده الجيلي بتاعنا. هقول لكم بقى لو عملتوه من غير الخلاط ايه اللي هيحصل. دلوقتي احنا الجيلي ده شويه وهتلاقوه فصل، عمل طبقتين، طبقه تحت بلون وطبقه اللي فوقيها نفس اللون بس بدرجه تانية، يعني نفس مثلا لو هو احمر هوريكم هيبقى احمر بس بلون تاني. لو ما عملتوش الخلاط مش هتطلع معاكم الطبقات دي. بصوا شوفوا، بنحطه طبعا في التلاجة لغاية ما يبرد، وبعدين نعيد بقى الخطوات مع كل الألوان اللي عندنا. شوفوا دلوقتي تحت عندنا هنا، شايفين اللون الأحمر اللي تحت فوقيه لون تاني أحمر، شايفين الأصفر كأنه لونين، الأخضر لونين، فهما ده من الضرب في الخلاط. لو ما عملتوش الكلام ده في الخلاط مش يعني مش هتطلع معاكم الطبقات دي، هيطلع معاكم بس لون واحد. خلينا ناخد الفطيره بتاعتنا ونحطها كده هنا سخنه ملهلبه، وناخد الكريمه اللي عندنا بقى ونبتدي نحطها على الخلاط. زي ما قلنا بتحطوا كل طبقه بتحطوها بتسيبوها بس تجمد، وتروحوا عاملين نفس اللي عملتوه مع الطبقه اللي وراها. تقدروا انتوا تطلعوا الوان زياده، لو لقيتوا الجيلو الوانه مش قويه قوي بتقدروا انكم تضيفوا له شويه لون غذائي عشان اللون يقوى شويه. وفي بقى كمان في السوق الوان تانية بتلاقوها، يعني في جيلو ازرق، في جيلي موف، بتقدروا انتوا تستعملوا الالوان دي كمان لو تحبوا، بتدي شكل لذيذ قوي. ناخد شوية سبرينكلز كده، ودي طبعا كلها اختيارات، ونحطها كده على الوش. طعمه يا جماعة جميل بشكل يعني مش بس شكل، هو يعني مش بس شكله حلو، طعمه يجنن. صاروش طعمه قد ايه لذيذ كده ويفكركم بالطفولة، يعني مش بس صغيرين اللي هيحبوه ابدا. وكده بقى نبقى احنا وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده. خليني اطلع الفرن ونشوف. يلا بينا، ادي الجيلو بتاعنا، ونطلع الفرن. وكده هنبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهارده. عملنا معاكم الفطيره، فطيره السجق اللي حطيناها في الطاسه بدل ما نحطها في الفرن. عايزه بس حاجه امسك بيها، ممكن اي حاجه نمسك بيها. وعملنا كمان معاكم الجيلي التحفه ده، الجيلي الطبقات، طبقات الريمبو. وادي الفراخ بتاعتنا، عملنا كمان
صينية بطاطس بالفراخ والبشاميل، بس عملناها بطريقة شوية مختلفة. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 9 بالليل والساعة 9 الصبح. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.